السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تعمل ملف بي دي اف جديد، هتيجي هنا وتقول له من فايل انا عايز اعمل نيو بي دي اف، يقول لك اختار المقاس بتاعه واختار لو في تمبليت معين تبدأ منه. تمام، هيسهل عليك الشغل خالص، وسهل ان انت بقى كده تقول مثلا عايز اكتب هنا تكست، مثلا عايز احط هنا صورة، تعمل ادراج للصورة. طب ممكن تقول انا عايز ملف جديد خالص من غير تمبليت. تمام، الويتس قد ايه، الهاي قد ايه، عايزه افقي ولا راسي، الستايل بتاعه هل هو فاضي مثلا خالص ولا كانوت باد بيبر ولا جريد ولا اوكي. تطلع بالشكل دوت، خلينا نبدا نعمل واحد فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه. اوكي، كم عدد الصفحات؟ خليها بس صفحتين، وتقدر تبدل بينهم من هنا لهنا. شايف الحاجه معناها اللي مش اي كلام. هتقول له مثلا عايز التكست، تبدا تكتب التكست اللي انت عايزه. تقدر تغير اللون، الستايل بتاعك زي ما انت عايز. تقدر تعمل هايلايت، تقدر تحط كلام كتير، يعني فقرات كتيرة في قلب الورقة. تقدر تعمل انسيرت صور برضه، تقدر تحط اي كلاود ملحوظات، تقدر تحط خطوط زي ما انت عايز. ندوس شيفت على اساس انها تبقى بزاوية 90 بالشكل دوت.